السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المواطنة المصرية هدى الزكي التي أتت إلى أرض موريتانيا، أرض الشناقطة وأرض الطيبين، وحدث لها ابتلاء مع رجل ادعى أنه من أهل الدين وأهل شاب يعني عليه من الله ما يستحق. والقصة الجميع يعرفها، بعد أن أخذ منا 40 مليون أوقية، بعد أن عشنا عيشة كريمة وأسرة كريمة، وأبنائي البنت في كلية الطب والأبناء في المدارس الحرة، تشتتت الأسرة والكل يعلم القصة من بدايتها إلى نهايتها. حقيقة قضية السيدة سلمى الناجي الكل يتحدث عنها الآن. هذه السيدة الكل يعلم أنها وابن أختها قد أجرموا في حقي، وعند الله ستجتمع الخصوم. هذه الدار اعترف بها وقال أنه تنازل عنها لخالته سلم، وأخذ أموالها وأخذ ثمنها. وسبحان الله، يعني أنا لم آخذ من العدالة أي شيء. مجرى القضاء قد خسرت كثيرا جدا، والكل يعرف، الكل يعرف. لا يتحرك معك شرطة لكي تخلي لك دارا بدون مقابل، لا يأتيك محامي ليترافع عنك بدون مقابل، لا يذهب معك منفذ بدون مقابل. خسرت الكثير، والله على ما أقول شهيد، وسيعوضني الله بإذن الله تعالى. الحمد لله أنا من أسرة كريمة وهذا لا يعنيني. وجدت هذه السيدة أمام دارها، أمام الدار، تبكي وتتباكى، ويجلس وراءها من يخدعها كذبا من حركة إيرا وما فعلوا فيها. الحمد لله في النهاية قد تنازلت عن هذه الدار بعد أن اشتريتها في المزاد العلني ب2 مليون أوقية، فلم يشتريها أحد، وعرضت في المزاد ولم يشتريها أحد. المهم لا يعنيني هذا، عند الله إن شاء الله سيعوضنا خيرا. هناك رجل حقيقة أرفع له القبعة، هذا الرجل وقف بجانبي وقفة لم يقفها معي أخي ابن أمي وأبي، ما وجدني في شدة إلا وقف معي، يتعامل مع الجميع بإخلاص، الصوفي والشيخ، رئيس تيار اللحمة الاجتماعية. والله هذا الرجل لو عرفتم ما به لرفعتم لهم القبعة، له القبعة جميعا. رجل يستحق الاحترام، يحب هذا الوطن بحق، رجل يفني نفسه. يعني إن أردت أن تعرف رجلا إن كان يعيش بالحلال أو بالحرام، انظر إلى دخله وإلى مظهره، سبحان الله، يفني ليله ونهاره. ربما يجلس، أنا أعرف أسرار كثيرة عن هذا الرجل، يجلس إلى الفجر حتى يؤذن وهو في خدمة جيرانه وفي خدمة المساكين، من يذهب بهم إلى المستشفى، ومن يذهب به إلى المكان الذي يريده، ومن يخفف عنه. فهذا الرجل عسى الله أن يجازيه خيرا عن هذا المجهود الذي يحتسبه عند الله، لا أزكيه على الله. فحقيقة أنا أعتز بأخوة هذا الرجل الصوفي واللشين، رئيس تيار اللحمة الاجتماعية. اتصل علي رئيس هذا الرجل الصالح، الرجل الكريم، الرجل الفذ، صاحب الكاريزما التي الجميع يعرفها. اتصل وقال: يا هدى، هذه لوجه الله، هذه المرأة نريد أن نتدخل لإرضاء هذه السيدة وإدخالها في بيتها، ونعلم أنك من أسرة كريمة، سنجمع لك ما تريدين من مال، وبإذن الله تعالى ستحتسبيها عند الله. حقيقة لم أتوانى، والله لم أتوانى، ولا أستطيع أن أقول إلا ما يريده الصوفي والشين وطيار اللحمة. أنا فورا سأنفذ. قلت له: سيادة الرئيس، أنا معك قلبا وقالبا، وسأتنازل من أجل تيار اللحمة الاجتماعية، من أجل سيادة الرئيس. بالفعل تواصل معي وجمعوا لي ما جمعوا من المال، جزاهم الله خيرا. نعم، هو ليس مبلغ لم يساوي 2 مليون ولا حتى 1 مليون، لكن رضوني، شعروا بأنهم خففوا عني لكي يتدخلوا، لكي يرحموا هذه المرأة، ولكي يرضوني أنا. ما فعلتها إيرا، ما فعلتها حركة إيرا التي تتشدق ليل نهار، نحن مع سلمى والعبودية العقارية وهدى ذكي الظالمة. عموما أتصدق بعرضي عند الله. قلت لسيادة الرئيس: لو أردت أن أتنازل عن القضية هذه كاملة حتى أخرج ابن أختها من السجن، والله لا تنازلت كرما لسيادة الرئيس الصوفي وللشيء. والحمد لله الآن المنزل بحوزة تيار اللحمة الاجتماعية،
برئاسة سيادة الرئيس الصوفي أولي الشين، وجزاه الله عنا خير الجزاء. وأنا حقيقة من هذا المنبر وأمام الجميع أتمنى لموريتانيا أن تعيش في أمان، وأن نعيش كلنا سواسية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم أنا ضيفة، ولكن لا أريد أن نتعامل بالعنصرية، كلنا عباد الله. لا نعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لابد أن نتصافح ونتسامح. هذا عام جديد، عسى الله أن يدخله على الجميع بالفرحة وبإصلاح ذات البين وبالسعادة وتحقيق الأماني للقاسي والداني. حقيقة أنا بشكر كل من ساعدني وكل من دعا لي وكل من وقف بجانبي، وأشكر بالخصوص تيار اللحمة الاجتماعية بقيادة سيادة الرئيس المستشار الشهم الصوفي أولي الشين. فأرجوكم أن تقفوا وراء هذا الرجل، والله والله العظيم، وأشهد الله أن هذا الرجل يستحق الكثير. جزاه الله عنا خير الجزاء، وأشكر الجميع وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء.